يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لصاحبه لئن كسرت هذه الخشبة لأعطينك كذا من المال، ثم كسر الخشبة فأعطاه المبلغ، فهل هذا الفعل صحيح؟ إن كان هذا من باب المراهنة فلا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل. أما إن كان هذا من باب الأجرة، استأجره يكسر له الخشبة، باب الأجرة لا بأس. نعم.